مش واضحه. بالنسبه للجزء اللي في فروم بنعمل بيه فانكشنال سيميوليشن للال سي لادر، ورانا كده مثلا كاباستور وراه اندكتور كاباستور وهكذا. بنستنتج حاجه اسمها الستيت فاريبلز والستيت ايكويشن. الستيت فاريبلز هي نواتج التكامل، يعني بتبقى مثلا حاجه بتساوي واحد على اس سي او واحد على اس ال في مجموع حاجتين، فده ناتج تكامل يعني انتجريتور. ممكن يبقى الانتجريتور ده لوسي او ايه او لوسلس. فنيجي نبص مثلا على اللادر اللي قدامنا ده دلوقتي. لو مسكنا مثلا سيريس كاباستور، سيريس كاباستور اللي موجود هنا مثلا دون في الثيرد اوردر مينيمم اندكتور ديزاين اللي قدامنا دون، اقل عدد من اندكتور في واحد بس هنا، يعني بادئ بكاباستور. لو جينا بصينا هنا مثلا على الاندكتور اللي في نص ال2 دون، الفولت هنا في واحد والفولت هنا في 3. الكرنت اللي ماشي اسمه ايه؟ اسمه اي 2. يعني انت لما تيجي بتسميه، حتى لما تيجي تسمي اللادر بتبدا تسميه ازاي؟ اول اليمنت هيبقى اسمه سي 1، بعدين الاليمنت الثاني ال2، بعدين سي 3. الاليمنت الاولاني عليه فولت في 1، ده عليه فولت في 3، ده الكرنت اللي ماشي اي 2، تمام؟ لو جينا مسكنا السيريس اندكتور ده هنلاقي عليه فولت في 1 هنا وفولت في 2 هنا، وماشي فيه كرنت اسمه اي 2 واسمه ال2. الكرنت اي 2 ده 1 بيساوي ايه؟ بيساوي 1 على اس ال في في 1 ناقص في 2 3، تمام؟ ادي 1 على الاس ال في في 1 ناقص في 3. معلش الصوره مش واضحه، بس انت خد من ايه؟ من لساني واكتب. احنا عاوزين هنا يبقى ده عاوزينه انفرتنج انتجريتور، فهنقوم مخرجين اشاره ناقص، هيبقى ناقص 1 على اس ال 3 في في 3 ناقص في 1. ده هنا امبلمنتد از ايه؟ از انفرتنج لوسلس انتجريشن. فدي الفكره بتاعته، ان احنا بنعمل ايه؟ بنجيب متغير او ستيت فاريبل بنسويه بتكامل متغير تاني اللي هو واحد على اس، تمام؟ المتغير التاني ده مجموع متغيرين زي ما احنا شايفين. بقى خلاص بقى بتحفظ بقى البروسيدير، بتمسك بقى الانترميديت سيكشنز. نجيب هنا انترميديت سيكشنز اللي هو لو كان كويل في النص او كاباستور في النص. نكمل كده هنا اهو، ده الانترميديت سيكشن. لو هنا اندكتور في النص في 1 في 3 مش في كارنت اي 2، يبقى اي 2 بتساوي ناقص 1 على اس ال 2 في في 3 ناقص في 1، تمام؟ لو كاباستور في النص سي 1 مثلا داخل كارنت اي 1 خارج كارنت اي 2، الفولت عليه في 1، يبقى في 1 بتساوي 1 على اس سي 1. الفولت طبعا هيبقى عباره عن ايه؟ عباره عن الفولت يا سيدي الامبيدنس اللي هي 1 على اس سي 1 في الكارنت، يبقى الكارنت اللي داخل عليه ناقص اللي خارج منه اي 1 ناقص اي 2، بس احنا عاوزينه انفرتنج، يبقى ناقص 1 على اس سي 1 في اي 2 ناقص في 1. اظن كده المعادلات دي سهله قوي. هتستنتج كام معادله؟ نبص هنا عندنا كاباستور شنط، كاباستور شنط، سيريس كويل، يبقى هنستنتج ثلاث معادلات بالمنظر الفظيع ده، تمام؟ بعدين في حاجه اسمها التيرمينال سيكشنز. انا هديك اكزامبل بعد ما نخلص بس الاول الشرح البروسيدير ان جنرال بتعمله ازاي. التيرمينال سيكشن يعني اللي في الاول خالص، العلاقه ما بين الفي ان واول فولت واول كارنت عامله ازاي؟ العلاقه ما بين الفي اوت واخر فولت واخر كارنت، تمام؟ دي بقى بتبقى فيها سنه صعبه وليها اربع حالات. لو انا في الاول عندي فولتج سورس والسيريز معاه ريزيستنس اعمل ايه؟ باجي بقول كابتن والله هنا ده بيتعمل بروسي، دي لازم تمشي ايدك كده تستنتجها. الاولانيه سهله لكن دي محتاجه تستنتجها. بتيجي تقول مثلا هنا بتبقى معادله، انا هقول ايه يا سيدي؟ هنا مثلا في اس ناقص في 1، الكرنت اللي داخل ده عباره عن في اس ناقص في 1 على ار اس بتساوي ايه؟ بتساوي الفولت اللي موجود هنا ده اللي هو في 1 في اس سي 1 اللي هو الكرنت اللي ايه اللي ماشي هنا. يعني بقول الكرنت ده بيساوي الكرنت ده زائد الكرنت ده، ففي اس ناقص في 1 على الار اس بتساوي في 1 في اس سي 1 زائد ايه؟ زائد اي 2. باخد في 1 في طرف، فبتبقى قدامها 1 على ار اس زائد سي اس اس سي 1 بتساوي في اس على ار سورس ناقص اي ايه؟ اي 2. خدت في 1 في طرف ورحت وديت ده الناحيه الثانيه، فبقى ار على 1 زائد اس سي ار. الله، ده اللي هو كاباستور بارلل مع ايه؟ مع ريزيستور مضروب في في اس على الار اس ناقص اي 2. بس انا يعني لو انا وصلت للريليشن دي وبره في علاقه ريزيستنس بارلل مع كاباستور، يعني ار على 1 زائد اس سي ار، باخد ماينس بره عامل مشترك عشان اقدر امبلمنته از انفرتنج انتجريتور. بس النوع ده بالذات اسمه لوسي انتجريتور، اللي هو بيبقى ار على 1 زائد اس سي ار، او زي ما هنشوف الامبلمنتيشن بتاعه بيبقى اوب امب بدل الكاباستور اللي احنا بنبقى حاطينه في الفيدباك، بيبقى كاباستور بارلل معاه ايه؟ ريزيستنس. بعد كده هنخش نقول ايه بقى؟ اهو بالمنظر دوت استنتجنا الريليشن بتاعته، بيقول ان في اوت هنا هي عباره عن ناقص ار على 1 زائد اس سي ار في ان على الار. في ان على الار دي بقى احنا هنستبدلها بايه؟ بالحاجات اللي هتبقى مجموعه قدام هنا، يعني هتبقى مثلا هنا ريزيستنس بعدها في ان، امبارلل معاها كده ريزيستنس ثانيه معاها مثلا اي، اللي هي الحاجات المدفوعه على بعض، تمام؟ حاله ثانيه للترمينال، ان انا يبقى عندي الترمينال الاولاني في سورس
بعديه سيريز ريزيستنس بس بادئ بكويل مش بادئ بكاباستور. برضو حاجه اقول ايه، هنقول في اس هنا الفولت اللي هو التوتال عباره عن ايه، عباره عن اي 1 عباره عن الفولت اللي في السكشن ده في ار زائد اس ال 1 زائد في 2 الفولت اللي هو ايه اللي هو موجود هنا. يبقى اي 1 بتساوي 1 على ار زائد اس ال 1، هاخد اي 1 في طرف. يبقى هستنتج برضو علاقه كده اهي ماينس 1 على الار، دي برضو زي ما تكون ايه، زي ما تكون علاقه انفرتنج لوسي انتجريتور. طبعا بس بدل الار اسمها 1 على الار، هتقرفني هتحرجني في حاجه؟ مش هتحرجني في حاجه عادي، بدل الار اسمها 1 على الار، ما فرقتش يا سيدي معايا في حاجه. بس بعد كده ايه، طب لو عندي في الاخر بقى، لو انا عندي هنا منتهي بكويل ووراي ريزيستنس وباخد الفي اوت، دي سهله قوي. الفي اوت يا سيدي علاقته بالكرنت اللي خارج والفولت اللي خارج، ده في اوت على طول بيساوي اي 5 في الار، دي سهله قوي. طب حاله رابعه بقى، لو انا عندي منتهي بريزيستنس باخد عليه لود بس في قبل كاباستور مش كويل، اعمل ايه؟ الفي اوت برضه هنستنتج علاقه بسيطه، بقول ان الكرنت اللي داخل هو عباره عن ايه؟ في اوت مضروب في الار باراليل مع الاس سي، يبقى في اوت عباره عن ماينس ار، عباره عن ار على 1 زائد اس سي ار في مين؟ في اي 3 او ماينس ماينس عشان اعمله انفرتنج لوس وانتجريتو. بس كده انت يا سيدي خلصت المعادلات تبدا تطبق. يبقى انت بتستنتج معادلتين تيرمينال وكذا معادله انترميديت حسب الانترميديت سيكشن اللي عندك فيه كام سيكشن، تمام؟ بعد ما تستنتج الكام معادله دول مثلا في السوليد اوردر هيبقى عندي 3 انترميديت واثنين تيرمينال، يبقى تستنتج 5 معادلات او 5 ستيت فاريبلز. بعد ما تستنتج الخمسه ستيت فاريبل بنبدا نعمل الامبلمنتيشن، ترانسفورم من الستيت ايكويشنز للسي اف جي اللي هو سيجنال فلو جراف، وبعدين في اخر خطوه خالص تامبلمنته اسلوب امن. الطريقه دي انا بفضلها، ان هو يتحل باسلوب اخر انا ايه بفضل الحل ده. هنا في صوره 69، فين 69 اهي، مثلا مساله بتاعت المحاضره هي فيفث اوردر، ففيفث اوردر ادي شنط 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 وثلاثه سيريز، سهل قوي نستنتج لهم التيرمينال الانترميديت ايكويشن، والتيرمينال ايكويشن برده ايه سهل قوي نستنتجها، هنا كاباستور هنا منتهي بكويل بعدين ريزيستنس، الله دي في اوت بتساوي اي 5 في الار، دي سهله قوي. طب هنا في سورس، هنا ايه ار وبعديه كويل، ده الفي بيساوي الفولت دوت زائد الفولت اللي موجود هنا، يبقى انا هستنتج علاقه بتربط اي 1 بفي سورس وايه والكرنت ماشي هنا، برده سهله قوي. ادي اول ريليشن اي 1 بتساوي ايه، ادي هنا علاقه بالفي 2 والفي سورس. وبعدين نرجع بقى لايه، لصوره نمره 70، هنا اهي بقيت معادلات الانترميديت استنتجناهم كده، هيبقى عندنا المفروض 5 معادلات انترميديت 4 ماشي، وهنا دي التيرمينال. سيبك من المعادله دي السهله، في اوت بتساوي اي ايه اي في الار على طول. هنبدا بقى نمبلمنت، فهيبقى الامبلمنت الاس اف جي هنيجي نرسمه بقى، هيبقى منظوره عامل كده. ادي هنا ايه، ادي هنا الفي سورس بعديه بيتضرب في ماينس 1. بص عندك في المعادلات الطريقه دي انا بحبها غير طريقه المعيد، هتلاقيها سهله ولذيذه. هترسم الاس اف جي كده وبقلم رصاص في الامتحان، هتحط في 1 بعديه ماينس عشان هيتجمع، يعني في 2 ناقص في ال هي اللي هتخش على الايه، على الانتجريتور اللي هو اللوسي اللي هو ناقص 1 على الار على 1 زائد اس ايه سي في 1 على الار. وبعدين بقى ده كده ايه، ده انت عملت اول معادله، المفروض ان هو ايه هيتجمع على حاجه لسه مش موجوده، فكانك بتعمل فيدباك، عشان كده عامل زي الضفدع او ليه اسم تاني كده. المهم يعني الاول بتاعه اي 1، اي 1 ده هيتضرب في ماينس 1 عشان هيتجمع على حاجه لسه مش موجوده اسمها اي 3 تقوم راسمها، وبعدين هيخش على انتجريتور، تمام؟ بس ايه هو المفروض اي 3 ماينس اي 1 تخش على الانفرتنج انتجريتور وتطلع لي اي 2، وبعدين اي 2 هتتجمع على حاجه لسه مش موجوده فتحط علامه الجمع بس باشاره ماينس، هتتجمع يعني هي المفروض كان في 4 ماينس في 2 هتتجمع وتخش على لوس انتجريتور، وبعدين الاوتبوت هيديني اي 3، اي 3 ده هيجمع على حاجه لسه مش موجوده فتقوم راسم علامه الجمع وتحط الحاجه اللي لسه مش موجوده دي، بس اي 3 ده هيطرح يعني اي مثلا هنا دي اي 5 ناقص اي 3 وتحط هنا ماينس، وبعدين انفرتنج انتجريتور وبعدين يديني في 4 هتتجمع حاجه لسه ما جاتش اللي هي في اوت، هتجمع عليها او تعدي على انتجريتور هتطلع لها اي 5، اي 5 ده يتضرب في ماين في الار يديني في اوت. بس الموضوع كده خلص. بنعمل ايه بقى يا سيدي؟ شيل كل ماينس كده بالاستيكه، امسحها بالاستيكه بعد ما تخلص الامتحان، والماينس ده طلعه فوق، يبقى بدل ماينس 1 هنا حط ماينس في 2، بدل ماينس هنا حط ماينس اي 1. الله، بس انا الانتجريتور مش هيطلع لي ماينس اي 1، يبقى حط انفرتر هنا، بس انا الانتجريتور هنا مش هيطلع لي ماينس في 2، يبقى حط انفرتر سوري انفرتر هنا، وهكذا. بس دي بروسيجر سهله جدا بالاستيكه بس هتمسح، يعني مش هتضطر ترسم الاس جي ايه مره ثانيه. بس يا سيدي اهو زي ما احنا ايه شايفين هنا كده اهو، تمام؟ بعد كده اخر حاجه بقى بتبدا تعملها امبلمنتيشن لمين؟ بالاوب ان، واظن ده موضوع سهل قوي اهو. هنا ده كده اهو ناقص، وبعدين انفرتر ناقص اي 2 ناقص اي 3. اخر حاجه بقى ايه؟ بالاوب ان هتحط واحد لوسي في الاول، وبعدين انفرتر
نفي هنا انتجريتور عادي وبعدين انفرتر انتجريتور عادي وبعدين انفرتر و انتجريتور وبعدين انفرتر وفي الاخر هنا ايه نفي انتجريتور او ايا كان. السلام عليكم.